داخل قطاع غزة أعداد الصحفيين محدودة جدا، والصحافة من الخارج ما بتقدر تدخل، لكن من بداية هذه الحرب لاحظ الجميع على مختلف المنصات كيف في حسابات لمواطنين من غزة تحولت وكأنها منصات أو وسائل إعلام بتنقل اللي بيصير معاهم. نتكلم عن أسماء كثيرة صارت معروفة وحساباتها جمعت ملايين المتابعين، ويمكن على رأسهم عبد الرحمن بطاح أو عبود مثل ما بيسمي نفسه. هذا الشاب الفلسطيني عنده في وسط هذه الأزمة حس كوميدي وعرض للعالم كله كيف ممكن الواحد يكون مراسل حربي وإنما بصورة غير تقليدية بالمرة. إخواني راح نصير صحافة لأنه بيشكش ماشي بالمرة. الله أكبر. طبعا لا كهرب لا مي لا أكل لا شرب لا نت، فيش إيش في الحياة، فيش إيش. إخوتي وأخواتي الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، ومن هنا ومن قطاع غزة ننشر لكم آخر التطورات في البلاد. وبقول لك إنهم بيفتحوا معبر رفح، بس لا إيش إنهم مرقوا المساعدات بس على منطقة الجنوب، يعني إحنا في غزة هنا في الشمال، إحنا مش عايشين في غزة، إحنا عايشين في الدنمارك بس هيك، أو إحنا يمكن عايشين في الدنمارك، أو إحنا عايشين على الطاقة الشمسية. إيش هذا؟ هاي شنو هاي؟ إحنا زينا زيكم، بدنا نعيش. قطاع غزة يعاني منذ 18 يوم من انقطاع الكهرب والمياه والوقود. صرنا 30 يوم من القصف زي ما تسمعين، من القصف والإبادة اللي بتصير في قطاع غزة. وقدامنا كليش تنمي زي ما شايفين، هذا التلاج مش بس احنا يعني، اقسم بالله كل غزة إلها 8 وأكثر من 28 يوم زي التلاج. فأنا شو أجيب الإفلازة بلانه كله لحم، تمام؟ إخوان أنتوا متخيلين إنه هذا هيك حالنا إلا أكثر من 28 يوم؟ يعني أقسم بالله متنا من الجوع، مصاري يا زلمة تقطع، فيش إشي ناخده، مية فيش، أقسم بربك، يعني أنت متخيل إنه إنك تروح تشتري مية هتيجي في 3 ساعات 4 في الآخر تقول لها خلص المية، تخيل هالشعور، بعدين إنك تروح تقف عند المخبز في الآخر تلاقيش فيه خبز، بعدين إنك تروح تشتري من الدكانة فيش إشي تشتريه. بعدين تتذكر ان اصلا انت ما فيش مصاري، متخيلين؟ بعدين اورجيكم جسم اللحوم عليا ضمانه غير تنصدموا، يا زلمه البشير ما عندوش زي هيك اكل. شوف الترقب، اقسم بالله اقسم بالله فتحت الثلاجه لقيت هيك قلت اصوم. يا زلمه زقوش وما بيقطعوا النت، بيقطعوا النت، والله قرفنا. يا زلمه اقسم بالله جوالي بطلت اشحنه. المئات من العائلات في مدارس العلور ومشردين من بيوتهم بسبب قوات الاحتلال بقصف المنازل عليهم، وكما ترون الان حالة من الهلع. شايفين طبعاً فيش رعاية صحية للمرضى، لأنهم يحطون كل واحد في غرفة رعاية صحية، فحطونهم كلهم في الموار. إخوان هذا الولد هذا الصاروخ طق في شكله زي الكرين زي الكرانكا، مهم وزنه طن. هذا الصاروخ اللي بتلقيه قوات الاحتلال على شمال القطاع أو على كل قطاع غزة، مش بس على قطاع غزة. المهم مين في أمان الله؟ فجأة عملوا لنا منبه، إيش هاي؟ هاي شن هاي يا معود؟ هاي هاي طلع، اسمع الصوت، اسمع الطرب، اسمع الطرب. انصر دين هذاك حي، يعني ايش ايس كوفي. اذا مشيت 4 كيلو عشان انزلكم ريليز، ابعد غاد انت الثانيه. المهم السلام عليكم ورحمه الله. طبعا اول حاجه هذا الفيديو كله شكر، بدي اشكر لكم شكر 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 شكر. ومعكم عبود من قطاع غزه، والسلام عليكم ورحمه الله. والوضع ايس كوفي، الوضع ايس كوفي عليك. عبود تحول للصوت من الأبرز من داخل غزة في الحرب، وحسابه صار عليه أكثر من 2 مليون متابع، وبيوصف نفسه في البايو بأنه أقوى مراسل في العالم لعام 2023. الناس ما صارت تتابع عبود وغيره بس عشان تعرف أخبار غزة، بس كمان صاروا مرتبطين فيهم فعليا. ولما الإنترنت بيقطع في غزة أو بيجلسوا فترة ما بينزلوا تحديثات، الناس فعليا بتسأل عنهم وبتصير تحاول تلاقي أي طريقة علشان تطمن عليهم. معنا من لندن المختص في الدور السياسي للشبكات الاجتماعية أحمد الشيخ، أهلا فيك معنا. يعني عبود يعني نموذج سطع في هذه الحرب وشفناه وصرنا عايشين معاه وتعرفنا عليه، قديش هذه النماذج مفيدة في إيصال المعلومة والمعاناة وإلقاء الضوء على هذه الكارثة يعني والأزمة؟ هو بالطبع مفيد جدا، وهو بيتميز، هو فعلا يعني وصف نفسه بأقوى مراسل 2023، هو فعلا يستاهل هذا اللقب. ليه يستاهل هذا اللقب؟ لأنه هو مختلف ومتميز عن حتى المراسلين المحترفين اللي بيشتغلوا في المؤسسات، لأنه هو متحرر من قيود المؤسسات، فيقدر يخلط الكوميديا بالمأساة فينتج ما يسمى بالكوميديا السوداء. المراسل المحترف اللي بيشتغل في مؤسسة مش هيقدر يطفي هذا النوع من الكوميديا على شغله، لأنه ظروف مش هتستحمل، المؤسسة مش هتسمح له، الجمهور
نفسه مش هيكون مستعد ان هو يستقبل ده من مراسل محترف، ولكن هيكون مستعد يسمعه من واحد صغير في السن بيشتغل بامكانيات محدوده. فبالتالي اطفاء نوع الكوميديا السوداء مهم جدا، اطفاء الجو الانساني كمان مهم جدا، لانه برضه متحرر من قيود المؤسسات، فيقدر يتكلم عن اي حاجه وعن اي مكان ويتكلم عن نفسه. فاطفاء البعد الشخصي والانساني مهم جدا، وعلشان كده فعلا بنفتقده هو والناس المدونين الاخرين اللي بينشطوا على السوشيال ميديا من غزه، وفعلا لما بيتوقفوا عن التحديثات بسبب انقطاع الكهرباء او انقطاع الانترنت، فعلا بيتحول الموضوع الى يعني مساله انسانيه، البحث عن هذا الشخص بدعوه او بدوافع انسانيه مش بس بدوافع البحث عن التحديثات الصحفيه. ايه والملفت في موضوع عبود تحديدا انه كيف تحول انه هو بيستخدم الكوميديا يعني خلى الكوميديا كانها مرادف للصمود، يعني انه يعني اهلنا في غزه يعني مستمرين صامدين، حتى روح الفكاهه ما نسيوها يعني في وسط كل هذه الكارثه. هو ده مهم جدا، وده بيضفي بعد آخر للتغطية الصحفية بتاعته مش موجودة عند المؤسسات، هو فكرة ولا الأفراد الآخرين صراحة. بالضبط، علشان كده هو يستاهل لقب أفضل أقوى مراسل في 2023، لأنه هو عنده هذه المهارات وصامد فعلا رغم كل المآسي اللي هو بيشوفها حواليه. ولكن هو يعني في واحدة من المبادئ الإعلامية المهمة اللي بتتقدم دايما للمذيعين والمراسلين اللي هي be yourself، خليك نفسك، عبر عن نفسك، ما تكررش الآخرين، ما تقلدش الآخرين. وده هو اللي قدر يعمله، قدر يطبق هذا المبدأ الإعلامي اللي هو الناس بتقعد 4 سنين في كليات الإعلام وبتحضر كورسات كتير جدا علشان تقدر تنفذه. فهو كده بالموهبة الفطرية قدر يعبر عن نفسه رغم كل المصاعب، ولكن قدر يعبر عن الروح الحقيقية أو الشخصية الحقيقية بتاعته اللي كانت قبل الأزمة، قدر يحتفظ بيها. وده يعني أفضل نجاح للإعلامي، إن هو يعبر عن نفسه ولا يكرر الآخرين. صحافة المواطن، يعني هذا خلينا نقول، أو citizen journalism، يعني هذا مصطلح في الفترة الأخيرة صاير متكرر كثير، وخصوصا لما بتجي وقت الأزمات والأمور هذه بيطلع. نحن الآن في وسط هذه الأزمة، طبعا انتشر عدد من النماذج. عادة الناس يعني دايما لما خلينا نقول في مقاعد الدراسة والأمور هذه كده، يعني بيجلس الناس يتناقشوا هل في مصداقية هل ما في مصداقية. على أرض الواقع اليوم أنا شايفة أنه كلهم مكتسبين مصداقية عالية، إيش تعتقد السر في ذلك؟ هو ده يرجعنا إلى ظهور فكرة المواطن الصحفي مع تصاعد وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا بقى في 2011 لما كنا بناخد هذه المواد للمرات الأولى نتعامل معاها. إن في 2011 في مظاهرات في أنحاء العالم العربي، بدأنا نتعامل مع شخصيات جديدة ووسائل جديدة وتدفق كبير من المعلومات، ولكن هذه المعلومات كانت متميزة عن المنتج بتاع المؤسسات الصحفية، إن هو أولا سريع، ثانيا مباشر، ثالثا شخصي. يعني احنا بتجيلنا المواد من واحد في ميدان معين او في مظاهره معينه، مباشره بتجيلنا منه، متعلقه به هو شخصيا، هو بيصور نفسه وهو بيهتف. فعلشان كده كانت مساله المصداقيه هم اكتسبوها سريعا، لان هو تفوق على الاخرين، بعت لنا المواد بسرعه جدا، بعت لنا صورته هو شخصيا، فما فيش يعني فرصه ان هو يكون فيها تلفيق، برضه سريعه جدا، فما فيش فرصه للتزوير في هذا الوقت السريع. فعلشان كده فكره بناء المصداقيه كان مهم جدا، وكانت ميزه اضافيه عند المواطن الصحفي. ولكن طبعا كانت في بقى تشالنجز او تحديات اخرى، ان هو ممكن يكون بينقل جزء من الصوره، او ممكن يكون ما عندوش إلمام بالقواعد الصحفية والقواعد المهنية، فممكن يعرض نفسه ويعرض الآخرين للخطر. وعلشان كده يعني المنتج اللي بيطلع من المواطن الصحفي لازم يتعامل معاه حد مؤهل أكتر، علشان يفلتر بقى هذه المعلومات، ينشر إيه وما ينشرش إيه، بحيث إنه يحميه هو قبل ما يبحث عن السبت الصحفي. مهم جدا حماية هذا المصدر. إيه صحيح. خليني أنقلك كمان يمكن على نقطة تانية في موضوع صحافة المواطن، يعني تحديدا كمان في إحنا شفنا في الفترة الأخيرة، خصوصا مع بروز حرب أو لما صارت حرب أوكرانيا وروسيا، الطرفين أوكرانيا وروسيا حاولوا يستخدموا صحافة المواطن كجزء من البروباغندا أو الشغل اللي بيعملوه، حتى مش ضروري بروباغندا، يعني للتعريف ب يعني ما يدور على الأرض. والآن يقال كمان أنه أيضا أنه إسرائيل بتستخدم هذا الأسلوب. تعتقد أنه حنشوف يعني توجه جديد كده زي منظم تنظيم لهذه العملية ضمن الأجهزة؟ ده حاصل فعلا، وحرب أوكرانيا أطلق عليها حرب التيك توك، ولما انطلقت العملية
الروسيات بدأ الغرب يدخل في أوكرانيا ويشارك في الحرب. البيت الأبيض استدعى حوالي 100 شخص من مؤثري تيك توك إلى البيت الأبيض وداهم بريف، يعني البريف ده المفروض بيدول الصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض، ولكن لا، دي كانوا أول مرة بقى يعملوا بريف لنشطاء تيك توك. حرب إسرائيل على غزة هي برضو حرب نقدر نقول عليها أحيانا حرب فيسبوك، أحيانا حرب إنستغرام، أحيانا حرب تويتر وتيك توك أيضا، خصوصا مع اختلاف سياسة كل منصة واختلاف بقى التنظيم. في نقطة مهمة جدا في حرب غزة هي فكرة الصور الأيقونية. احنا شايفين صور أيقونية كتير طالعة من غزة، الطفل مثلا اللي بيبحث عن أسرته، أو الأم اللي بتبحث عن أبنائها، أو الطفل إيد الطفل اللي ماسكة رغيف الخبز. كل دي صور أيقونية انتشرت حول العالم وتحولت إلى نماذج من حرب غزة. إسرائيل عندها مشكلة أنها بتبحث عن صور أيقونية، وبالتالي بتدور على صور الأطفال، بتقول إن هم مثلا المحتجزين أو الأطفال اللي تم ترويعهم عن طريق إطلاق الصواريخ أو غيره، أو الناس أو الشباب اللي هم تم قتلهم في الحفل الغنائي. فهي بتبحث عن صور أيقونية، وهذه الصور الأيقونية بتعمل فيها إيه؟ إسرائيل بتنشرها على حساباتها على السوشيال ميديا، وبعد كده بتجد طريقها إلى الصحف زي الديلي تيليجراف اللي كانت نشرت إحدى هذه الصور، في يعني نشرت تحذير في الصفحة الأولى، ثم الصورة نفسها في الصفحة التالتة. فلا طبعا في تنظيم طبعا أيوة. في مسألة استخدام السوشيال ميديا في حرب غزة. طيب أحمد خليك معنا، حنرجع لك برضو في سياق هذه الحلقة، بس خلينا يمكن الآن ننتقل إلى موضوع آخر برضو مرتبط بأحداث غزة.